مرحبا. اولا السؤال الذي طرح ما تعقيب الى حضور الشهود؟ سؤال مرفوض لان لم يحضر اي شاهد للجلسة، وانما كانت هناك اشهادات لاشخاص اكدوا بانهم يعرفون اشرف الصديقي واعطوا اوصافا لحالته المرضية. هذا امر الاطباء وليس امر الشهود تحت الطلب، وبالتالي هي وثائق لا قيمة لها. تم طلب البراءة احتياطيا بما قضى، واحتياطيا العقوبة موقوفة التنفيذ. هذا ما تم التماسه. هذا حق للدفاع أن يلتمس وأن يحلم بنتيجة معينة، ولكن أعتقد على أن وثائق الملف والمتابعات والمرافعات التي سمعتم لا من الطرف المدني ولا من النيابة العامة، لا أعتقد على أن هذه الملتمسات تجد لها مكانا في هذا الملف. ربما قدمت في مكان ليس مكانها ولن تجد لها صدى في الحكم، أعتقد ذلك جازما. لأن يجب أن تعرفوا أمرا هاما، هو أنه ولو لم يساهم فهو السبب الرئيسي في وقوع الفعل، هو الذي سهل لباقي المتهمين الفعل، هو من قام بحملهم بالسيارة، وهو من قام ببداية الشجار، وهو من قام بالاعتداء الأول، وهو من أزال اللوحة. هذه أمور ربما تجعله إن لم يكن أنا أقول هو المساهم الرئيسي وهو الفاعل الرئيسي، حتى ولو افترضنا جدلا وقررنا أن نصدق ما جاء في دفاعه، فلا يمكن أن يخرج على كونه مشاركا رئيسيا في الفعل الجرائم.